السينما المؤلف كما قلت وكما أقول دائما هي سينما خاصة، سينما ذات طرح وسؤال محدد، وسينما نلتقي من خلالها بعدد من المضامين المختلفة عن المألوف، وبالتالي فهي سينما لا نشاهدها ولا يشاهدها الجمهور في غالب الأحيان بشكل كبير، أو في بعض الأحيان لا نشاهدها بتاتا، وبالتالي هي سينما قد نحتاج إليها أيضا، ونحن نحتاج إليها من خلال مهرجانات ومن خلال بعض القاعات. هناك في أوروبا مجموعة من القاعات وصالات السينما التي تعرض أفلام مختلفة، أفلام لا يشاهدها الجمهور إلا بنظر قليل، وهذا المهرجان هو أيضا يكرس هذا المنحة الجميلة، هذا المنحة الثقافية السينمائية الإبداعية، لكي يقدم للجمهور بعض من المخرجين والمؤلفين السينمائيين الذين لديهم هذا الطبع، هذا الجانب الفكري والثقافي والفني والرؤية المختلفة عن باقي أنواع وأنماط السينما الأخرى. هي ليست سينما استهدافية ولا تجارية، ليست هي سينما عام، هي سينما في حد ذاتها، ولكنها تطرح مضامين قد يختلف حولها الجميع أو قد لا يختلف، ولكن على كل حال لا يختلف من ناحية الطرح، من ناحية أيضا المادة السينمائية أو التقنية السينمائية، لأنها تكون مركبة بشكل ذا تفكير يقربنا أكثر إلى مضامين السينما الحقيقية، من ناحية الصورة، من ناحية التقنيات، من ناحية الصوت، من ناحية أيضا البساطة في بعض الأحيان، من ناحية أيضا تركيبها تركيبا مختلفا. إذا أعتقد بأن هذا المهرجان هو إضافة جميلة جدا، هو إضافة نوعية لجميع المجر أو شبكة المهرجانات السينمائية التي توجد الآن في المغرب، هي سينما يمكن من خلالها أن نستفيد جميعا وأن نطرح الأسئلة بشكل مختلف ومقلوب في بعض الأحيان، ليس فقط أن تكون عندنا سينما موحدة، بل هي سينما تقربنا في بعض الأحيان إلى طرح السؤال الأهم، ما هي وما هو نوع السينما الذي يمكن أن نشاهده أو نقدمه للجمهور.